السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم معي. بحب أرحب فيكم. أكيد حزرتوا وصفتنا لليوم. رح نعمل مع بعض كريم كراميل في البيت طبعا، ورح نعملهم from scratch. ما شاء الله، خلينا نشوف ونبلش مع بعض. أول شي طبعا رح أجيب نص كاسة سكر. رح نعمل الكراميل، بنضيفها بالطنجرة اللي رح نكرمله فيها على الغاز. رح أتركه شوية بمجرد ما يبلش يذوب السكر. طبعا هون رح حضرنا المكونات للكريم كراميل. هون بعد ما ذاب السكر معانا ضفت له ملعقتين من المية علشان ما يعني يعطينا اللون اللي بدي إياه، وطفيت عليه الغاز وهيك صار عندي جاهز. طبعا عندي هون المكونات للكريم كراميل، عندي 4 بيضات، عندي علبة من الحليب المبخر، علبة من السكر المكثف، عندي فانيلا ورشة ملح. طبعا راح نضيف جميع المكونات هاي بالخلاط. الأفضل إنه نستخدم الخلاط، وإذا الخلاط مش متواجد عندكم استخدموا المضرب اليدوي، بس تأكدوا إنكم تنعموا الخليط ويكون جدا ناعم وتصفوه بالمصفاة. زي ما أنتوا شايفين ضفت هون جميع المكونات بالخلاط. الطريقة هاي طريقة إسبانية. طبعا في الكريم كراميل إلى كذا طريقة تقريبا باختلاف بسيط. رح نخلط جميع المكونات، ضفت هون رشة ملح بسيطة جدا جدا، رح نخلطهم بالخلاط. طبعا بنجيب الكالب أو الصينية اللي رح نستخدمه، بنرشه بشوية زبدة علشان لما نضيف الكيك ما يلزق معانا. الكريم كراميل اللي عملناه طبعا، هلا أول شي رح نضيف الكراميل بأسفل الكالب. لما نعمل الكراميل تأكدوا إنه ما ينحرك معانا، لأن إذا انحرك معانا بيعطينا طعم مش طيب. طبعا هون ضفنا كمان الكريم كراميل اللي عملناه بالخلاط، بنضيفه. بنجيب صينية، بنحط الكالب جوا الصينية زي ما انتو شايفين. وطبعا عندي هون مي مغلية، رح اضيف المي المغلية على الصينية تقريبا لنص الصينية. المي المغلية بتساعد انه الكريم كراميل يضل طري ومويست، وكمان انه بيساعد انه يوزع الحرارة بالفرن على جميع اطراف الكالب. طبعا بنحطه بالفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت. طبعا هون هلا رح احضر لخليط الكيك. في نقطه رح احكي لكم عليهم، فيكم تضيفوا الكيك على طول على الكريم كراميل وتدخلوا الفرن، وفيكم تطلعوا تسطوه الكريم كراميل نص استواء وتضيفوا الكيك زي ما انا رح اعمل، علشان ما بدي الكريم كراميل ينطبخ وياخذ وقت زياده عن اللزوم بالفرن. هنا حضرنا للكيك طبعا كاسة طحين، حبتين بيض، تقريبا ثلث الكاسة زيت، رشة ملح بسيطة جدا، ورح أضيف كمان 3 ملاعق من الكاكاو البودرة. طبعا تأكدوا إن الكاكاو يكون نوعية منيحة عشان بعطينا لون أحسن وطعم أطيب. ورح أضيف كمان ملعقة بيكنج باودر. طبعا استخدمت الحليب، هو علشان اخلط الكيك استخدمت الحليب، فيكم تستخدموا مية بدون الحليب يا يعني. طبعا بنخلط الكيكة لحد ما نحصل على القوام اللي احنا بدنا اياه، طبعا يكون قوام الكيك العادي. هلا طلعت الكريم كراميل من الفرن بعد ما خبزته تقريبا 3 ساعة، وضفت عليه خليط الكيك. زي ما حكيت لكم فيكم تعملوا تضيفوا الكريم كراميل وتضيفوا الكيك عليه مباشرة وتخبزوهم مع بعض. طبعا هو لسه مش مستوي للآخر، فهذا الأبيض اللي انتو شايفينه على الكيك كليته رح يروح بعد ما يستوي الكيك. طبعا بعد ما استوت الكيك اختبرناها بعود خشبي، طلع نضيف. جبت ملعقتين من الحليب، ملعقة من السكر، ورح نشرب الكيك. طبعا هون بعد ما نطلعه من الفرن بندخلها الثلاجة لمدة 4 ساعات، وفيكم كمان تقدموه ساخن
بس احنا حبينا ان نتناوله بارد، فدخلته الثلاجة مدة 4 ساعات، وبعد ما طلعت من الثلاجة بتركه مدة 10 دقايق علشان الكراميل يفك معنا شوية، اللي لما نقلبه يقلب معنا بكل سهولة. شوفوا ما شاء الله منظرها بشهي، والكريم كراميل كان مخبوز وناجح جدا جدا، ما في اي تكتلات، وطعمه كان روعة. بنصحكم بهاي الطريقة حبايبي، ما تنسوا تحطوا لي لايك شير سبسكرايب، شاركوا الفيديو، فعلوا الجرس، اكبسوا على زر الاعجاب اذا عجبتكم الوصفة. ما شاء الله شفتوا كيف الكريم كراميل والكيك مفصولين عن بعض، علشان هيك اسمها كدرة كادر، لانه ما بينخلط الكريم كراميل مع الكيك. شوفوا ما شاء الله بتشهي عن جد، كانت رائعة. والحليب والسكر بيعطيها طراوة لما بنشربها في الآخر، بحليب شوية حليب وسكر الكيك بيعطينا طراوة. وهاي كانت وصفتنا لليوم، شكرا لكم ولمتابعتكم، واستنوني بفيديوهات جديدة، وباي باي.